فعلا هذا النهار كنظموا يعني هذه القافله ديال المحطه ديال 100 يوميات مدينه. كما عرفتوا في نوفمبر الماضي كان السيد رئيس الحزب السي عزيز اخنوش استدعى جميع المنسقين وانطلق هذا البرنامج. لان البرنامج ديال من نوفمبر الى يوليوز يونيو اخر يونيو خصنا نمشيو ل 100 مدينه وتدار فيها هذه المحطات. والهدف ديالها اولا هو نتصنتوا للمواطنين، هذه يعني الانصات. فيما يخص التركيبه، اولا كنستدعيو واحد الثلث ديال المواطنين ديال المناضلين ديال الحزب والثلثين ديال المواطنين اللي ماشي في الحزب، وكنحاولوا يكون جميع شرائح المجتمع ديال اكادير. كما كتعرفوا هنا في اكادير استدعينا الناس في جميع الاحياء، احياء طنزة، تكيوين، بسركاو، سيف واحد الجبال، طال برج، الداخله، جميع الاحياء ديال اكادير. واستدعينا كذلك يعني خدمنا مع المنظمات الموازيه ديال النساء، ديال الشباب، ديال المهندسين، ديال الاطباء، المحامين، التجار، الجمعيات اللي كاينه ديال الممونين، يعني جميع المهن حاضره هنا، وكذلك المنتخبين ديالنا في جميع المجالس المنتخبه. اذا هذا الهدف من هذا هو الانصات، ما كاينش خطابات. جينا وعندنا واحد المنهجيه، اولا كنجمعوا بعد الملاحظات الشخصيه ديال كل مشارك، كيعمر واحد البطاقه فيها اسئله باش يعبر على كيفاش كيشوف المدينه ديالو وكيفاش كي. ومن بعد كل طبله ديال 10 الناس فيها منشط الموديراتور ومقرر، وكنطلبوا منهم اولا يعبروا على كيفاش كيشوفوا المدينه ديالهم، كيفاش كيحسوا بالمعيشه في المدينه ديالهم، واش ايجابيه ولا سلبيه. ودرنا لهم دي درابو، الا كانت سلبيه حمراء، الا كانت ايجابيه كيدير درابو خضر. الغازي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الاحرار، اكادير كتلتئم حول قافله المصباح اللي كتحط الرحال اليوم بها، ورب سياق افضل من قبله. اليوم بعد اكادير بعد الخطاب الملكي ديال 6 نوفمبر اللي بعث رساله واضحه للحكومه ولكافه الفاعلين اللي فيها واحد المستوى تشخيصي بان الوضع ديال اكادير غير مطمئن، واللي فيها كذلك دعوه للتعبئه للنهوض بها وبجهه تسمى الصاص بصفه عامه. اليوم باستحضار هذا السياق ديال هذا الخطاب وبهذا التأطير التنموي، الحزب كيعقد هذا اللقاء بهذه القافله هذه باش يزيد يعمق التشخيص بهذه الطريقه البسيطه والمبسطه جدا مع ساكنه المدينه مختلف مستوياتها السوسيومهنيه، الطبقات العمريه، ذكور واناث، باش يتقاسم معاهم في مستوى اول التشخيص ديال المدينه ديال الاكراهات والاشكالات، ولكن اساسا كذلك وهذا هو الاهم باش يتبنى بطريقه بسيطه كما قلت البناء ديال التصور حول مستقبل المدينه. العرج يوسف، الانتماء ديالنا السياسي لحزب من الاحزاب، عضو المجلس الوطني، وانا هذه البادره عجبتني بزاف، وبين يعني اللي كنتوما جيتو كديروا معايا هذا الانترفيو هذا، ان هادشي كيشجع، وانتوما من الساكنه ديال المدينه، مدينه سوس، مدينه الانبعاث اكادير، وان شاء الله تعالى هذا اللقاء هذا غيكون واحد البوابه للمدينه باش نصلحوا فيها بزاف ديال الامور. المسائل اللي هي سلبيه راه كنناقشوها، وبما فيها يعني حتى هذا الشيء اللي الناس، الرئيس المجلس البلدي وغيره من الناس المسؤولين كيمشيو لشي حوايج اللي حنا ما قابلينهمش بتاتا، وما كاين ما كيتشاوروش معنا كساكنه ديال اكادير. والمسائل الايجابيه هو المناخ ديال المدينه، راه هو فاش كنستافدوا حاليا، وشي حاجه من غيرها ما كايناش، وكلنا خصنا ناخذوا الحيطه والحضاره ونديروا اليد في اليد باش نرجعوا لمدينه اكادير البريق ديالها، مدينه العرفان، السله هذه كنعتبرها السله ديال المغرب، هي مدينه اكادير. وراها
راه علينا العين بالعربيه تعرفت علينا العين وحنا مستهدفين وانا كنقول لو كنتحمل المسؤوليه واش راه كيحز في القلب وراك نضرب واحد العفويه راه ربي اللي عالم بيا. ابتسام الحرمه مديره في شركه وعضوه في حزب التجمع الوطني الاحرار. اليوم حزب التجمع الوطني الاحرار كيقوم بعمل جبار واستراتيجي وقوي لاي سياسي واي حزب كيحصر بنفسه خصو يقوم به، لان ما يمكنش نديروا واحد العمل كيهم الساكنه بلا ما نستمعوا ليها. اليوم درنا برنامج 100 يوم 100 مدينه، القياديين ديالنا اللي في كل يوم كيمشوفوا يشوفوا بعض المدن اللي اختاريناهم واللي كنشوفوهم حنا كحزب انهم خاصهم العناية وخاصهم الاهتمام وخاصنا بيان سور نسمعوا صوت المواطنين. واليوم الحمد لله في مدينة أكادير الحزب حاضر بقوة وكنستمعوا المناضلين ديالنا والحضور ديالنا الكرام باش نشوفوا شنو هما التساؤلات ديالهم وشنو هما الأولويات ديالهم، لأن حتى يمكن لنا نشتغلوا ولكن هناك المهم وهناك الأهم. وإن شاء الله كاين الحمد لله اليوم نقاشات مهمة جدا حاضرين فيها جميع الأطراف الاجتماعية، نساء ورجال، دي كادغ ودي زيتوديان، كلهم حاضرين باش يعطيو الأفكار ديالهم. نتمنى إن شاء الله نخرجوا بعمل يهتم بالمواطنين ومن المواطنين إلى المواطنين. العوام فاطمة الرئيسة ديال التعاونيات البركة ورئيسة ديال الاتحاد التفاوت مقادير، وعجبني هاد اللقاء، هاد 100 يوم 100 مدينة عجبنا بزاف حيت عطانا بزاف الفرص ماشي غير لي أنايا، للشباب والمرأة والناس كلهم كيعبروا على المشاريع ديالهم وكيهضروا على المشاكل اللي عندهم، حيت حنا في هاد المنطقة كاين عندنا بزاف المشاكل عند الناس اللي هما في القرى، بحال هادشي ديال سميتو ديال الفلاحة، عندها مشاكل ديال الفلاحة بزاف، علاش الناس كيهاجروا من راه درنا هني في واحد النقطة في هادشي اللي درنا دابا، على الناس كيهاجروا في البلدان ديالهم على ود هادشي ديال الفلاحة اللي هو ناقص عندنا بزاف، وحنا كنطلبوا من السيد الرئيس باش يتعاونوا مع الناس ديال البوادي في هاد الشيء ديال الفلاحة، باش كل واحد يجلس بلاده، كل واحد يبقى في المكان ديالو، راه حتى واحد مكره باش يبقى في بلاده باش يجي يخلي الاكتارات ديال الاراضي يجي يسكن في 3 متر و 4 متر، راه حتى واحد ما بغى هاد الشيء. فاطمة أمزيل رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة سوس ماسة وعضوة بالجهة رئيسة اللجنة ديال التشغيل والتكوين والتعاون الدولي. احنا اليوم في هذه المحطة المهمة من المحطات ديال الحزب ديالنا اللي تشنا السيد الرئيس عزيز أخنوش، اللي هي محطة مهمة من المحطات اللي كتشوفها المدينة ديال أكادير واللي فيها انتظارات عديدة، وحنا اليوم جمعنا عدة شرائح من المجتمع اللي هما الاقتصاديين، الاجتماعيين، الفئات العمرية المختلفة، ربات البيوت، التعاونيات إلى آخره، من أجل استشراف انتظارات ديال الساكنة ومن أجل إعداد الخطة عمل مع الاقتراحات اللي غادي نختموا بها هاد اللقاءات ديال 100 يوم 100 مدينة اللي غادي تصدر عبر برنامج ديالنا ديال الحزب إن شاء الله في 2021 اللي كنتمنى ونغيروا به الأمور إلى أفضل في مدينة أكادير. أول شيء بعدا هاد المبادرة في الأصل ديالها كان الغرض ديالها هو التواصل مع المواطنين وتعطي لهم واحد الفضاء فين يقدروا يشاركوا بحريه ويطرحوا يعطوا المواقف ديالهم من القضايا اللي غيختاروها هما بطريقه ديمقراطيه في كل حلقه. كما شفتوا بعدا النشاط راه من 3 ل 6 ديال العشيه، الناس جايين بطريقه عفويه ديالهم بدعوات حقيقه من طرف الحزب ولكن بطريقه عفويه ديالتهم، هذا الحضور القوي ديالهم تأكد على النجاح ديال المبادره وبالخصوص المستوى ديال النقاش اللي كان على في الطاولات اللي كيبين بلي راه المواطنين في اكادير مره اخرى تأكدوا على واحد الغيره ديالتهم على المدينه ديالتهم، واحد الحرص ديالتهم على الوضع الواقع ديال المدينه يتغير ويتطور على ما هو عليه الان. طرحوا 3 المواضيع اللي كاينين في المدن المغرب كله اللي سمعناهم واللي هما اساسيين ديال الصحه والتعليم والشغل، ولكن هنا كذلك كانت تطرح المدينه ديال اكادير موضوع اخر خاص بالمنطقه وهو الغياب ديال الهويه العمرانيه ديال المدينه،
وحاضر هنا معنا مشاركين من النسيج الجمعوي الثقافي ديال اكادير وبالخصوص ديال الحركه الثقافيه الامازيغيه، حاضر الصوت ديالهم عبر الدعوه للاهتمام بالهويه الثقافيه الامازيغيه في المدينه اللي غايبين فيها ولو احياء ولو سميتوا الازقه ولا انشطه ولا الاشياء اللي تعطي الاهميه لهذه الثقافه هذه. عمر حلي رئيس جامعه بن هزور فاعل جمعوي، اعتبر ان هذه المبادره مبادره طيبه لانها تمكن اولا من ان يلتقي الناس سواء في المجتمع المدني او من هم منتمون للهيئه السياسيه او من يفكرون في مشاركه تجعلهم يلتقون من اجل التداول في شان من الشؤون العامه. الشان العام يسمى عاما لانه مشترك، وبالتالي يجب ان تتضاعف جهود الاحزاب السياسيه والنقابات من اجل توفير هذه الفضاءات ومن اجل تنظيمها، هذا واجب الهيئات السياسيه والنقابيه. ثم هناك مساله الشان العام المرتبط بالاداء السياسي بتدبير الشان العام، من حق الناس ان يقولوا رايهم ان يعبروا عنه عبر شكل يكون راقي، واعتبر ان هذه التجربه مهمه من هذه الزاويه، قد تخرج بنتائج مهمه يجب استثمارها بعد ذلك في توضيب الاشياء في ترتيبها. اذا عبد الله ابو الغمير عضو في المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الاحرار ومنسق جهوي لجمعيه الحمامه. هنا اليوم احنا بصدد واحد المبادره اللي اعطى لها الانطلاقه رئيس الحزب. هي مبادره اللي الاساس ديالها والعمق ديال الفكر ديالها هو التواصل مع المواطنين. اليوم انا كان يعني اتكلم كمواطن وغادي نحيد العقوبه على الحزبيه، لان اليوم دايرين بين المواطنين من جميع المشارب، كاين مواطنين من توجهات سياسيه اخرى، واليوم هنا باش نهضروا بواحد القناعه ونهضروا ونرسلوا واحد الرساله اللي هي واضحه للمسؤولين. اليوم احنا كنناقشوا كل الامور اللي كتمس المدينه ديالنا بطريقه مباشره او مباشره. كاين مسائل اللي هي كتمسنا في المعيش اليومي ديالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتوره نازيك السملالي، طبيبه جراحه للاسنان، وفي نفس الوقت نائبه رئيس المنظمه الجهويه لمعني الصحه بجهه سوس مسا. حنا كنتوجدوا في هذا النهار في اطار نشاط 300 مدينه التجمع الوطني للاحرار، وتطرقنا لبزاف ديال المواضيع الحمد لله. كان واحد الانخراط المواطنين جد مهم، يعني كيتبين بانه الساكنه عندها واحد عندهم طلبات وبغاو يكتشفوا، كاينين الناس اللي جاوا باش يكتشفوا الحزب وفي نفس الوقت كيرفعوا المشاكل ديالهم للناس المسؤولين، وفي هذا الاطار تصنتنا لهم وكنحاولوا باش نطبقوا داك لو بروغرام البرنامج ديال المجال التنموي اللي نص عليه صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله. وتطرقنا بزاف للموضوع الصحه والتعليم والتشغيل اللي هو بصفه عامه هذا هو المشكل ديال المغرب كامل، ممكن نقولوا انه حتى مشكل يعني عالمي ماشي غير وطني. وبالنسبه تطرقنا ايضا للبنيه التحتيه ومشاكل الحريات الى اخره، يعني المشاكل اللي كتهم المنطقه. ملكه أزروال التمثيليه الاقليميه للمراه التجمعيه بمدينه اكادير. البرنامج ديال 100 مدينه الهدف ديالو هو الانصات لهموم المواطنين، المشاكل اللي كتعاني منها مدينه اكادير حاليا، و محاولة إيجاد الحلول والمقترحات اللي غادي نمشيو إن شاء الله به في النموذج التنموي اللي نادى به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. واليوم جينا وشاركنا كمنظمة المرأة التجمعية، هضرنا على المشاكل اللي كتعاني منها المرأة التجمعية في مدينة أكادير، ووصلنا الصوت ديالنا للحزب باش على إطار هاد الاقتراحات وعلى هاد التوصيات اللي خرجنا بها في هذا البرنامج، عليه غادي يبني الحزب ان شاء الله البرنامج الانتخابي ديالو في 2021.